علشان نسهل الدنيا على بعض لازم نشرح الهيبرين والوارفرين في مقارنة مع بعض. هنقارن بينهم من حيث اول حاجة من حيث الكاينيتيك، والكاينيتيك زي ما احنا عارفين يعني من حيث الابزوربشن والديستريبيوشن والميتابوليزم والاكسكريشن. عايزك تعرف معايا ان الهيبرين ده ووتر سوليبل، يبقى لما اقول لك الابزوربشن بتاعه هتقول لي ما ينفعش اخده اورال، باخده انترافينس او سب كوتينيس عشان هو ووتر سوليبل. واحنا عارفين الدواء اللي ووتر سوليبل لما اقول لك الديستريبيوشن بتاعه ما ينفعش يعدي البلاد برين بارير ولا البلاسينتا. بالنسبه للميتابوليزم هو اسمه هيبرين، يبقى الانزيم اللي بيكسره هيبرينيز. والاكسكريشن بقسمه الى 80% بينزلوا في اليورين از يورو هيبرين و20% بينزلوا زي ما هم اني تشينجد. طيب لو قلت لك هل الهيبرين بيحصل له اكسكريشن في الملك؟ لا طبعا. ليه؟ عشان هو ووتر سوليبل. طب بالنسبه للتي هاف او فتره عمر النصف بتاعت الهيبرين، احنا عارفين مع بعض ان هو بيتاخد انترافينس، واي دواء بيتاخد انترافينس يعني بيشتغل بسرعه، يبقى التي هاف بتاعت الهيبرين اميديت اونست وايه وشورت دوريشن. بالنسبه بقى للوارفرين بمنتهى السهوله، عكس الايه؟ عكس الهيبرين. يبقى الكاينيتيك بتاعت الوارفرين عكس الهيبرين. يعني ايه عكس الهيبرين؟ يعني الابزوربشن بتاعت الوارفرين بيتاخد اورال عادي، كومبليت اورال ابزوربشن. الديستريبيوشن عادي، بيعدي البلاد برين بارير والبلاسينتا، بيتكسر في الليفر، بينزل في الميلك. التي هاف سلو اونست ولونج دوريشن، اللي هو عكس الايه؟ عكس الهيبرين. ده بالنسبه للكاينيتيك بتاعت الهيبرين والوارفرين، وده سؤال ممكن يجي نظر لوحده، اتكلم لي عن الكاينيتيك بتاعت الهيبرين او الكاينيتيك بتاعت الوارفرين. تعالوا نتكلم بعد كده على السايد افكت بتاعت الهيبرين والوارفرين. بمنتهى السهوله السايد افكت بتاعت الهيبرين من اسمه، يعني ايه من اسمه؟ اول حرف في اسمه اتش، واتش يعني سايد افكت اسمه هايبر كاليميا، وبيعمل لي هايبر كاليميا لانه بيمنع لي الالدوستيرون، بيمنع لي الايه؟ الالدوستيرون. الاتش برضو يعني سايد افكت اسمه اتش اي تي هيبرين انديوست ثرومبوسايتوبينيا، مهمه جدا جدا جدا، واعرفوها كاسما كده بس دلوقتي لحد ما نشرحها في فيديو لوحده. بعد كده اي يعني استيوبروزيس، اللي هي هشاشه العظام لانه بقلل لي الاستيو كالسيوم. حلو حلو. وبي يعني بليدنج، واي بمنتهى السهوله يعني الرجي، وار يعني ريفيرزابل الوبيشيا. الوبيشيا زي ما احنا عارفين تساقط الشعر. ده بالنسبه للسايد افكت اوف هيبرين. بالنسبه للوارفرين احنا عارفين الوارفرين بيعدي البلاسينتا ولا لا؟ طبعا بيعدي. طالما بيعدي البلاسينتا يبقى يعمل لي تراتوجينيستي، والسايد افكت فيهم بليدنج، بالاضافه ان انا لو وقفت الوارفرين فجاه هيعمل لي ثرومبوزس. هيعمل لي ايه؟ ثرومبوز لو انا وقفته فجاه، بالاضافه للسايد افكت اللي بنكتبهم في اي دواء اللي هم الالرجي والجي اي تي ديستربنس، اللي هم النوزيا والفوميتنج والانوركسيا. النوزيا والفوميتنج والانوركسيا. عايز تحفظ للوارفرين بطريقه تانية، اللي هي الوارفرين اللي اول مقطع فيه وور، وور يعني حرب، والحرب بتقتل الاجنه وتسبب النزيف والجلطات، لو وقفناها ايه؟ فجاه. لو عايز تحفظها كده حلو، ما عنديش ايه؟ ما عنديش اي مشكله. تقتل الاجنه يعني ايه؟ يعني تراتوجينيستي. تسبب النزيف يعني ايه؟ يعني بليدنج. تعمل لي جلطات لو وقفناها فجاه يعني ايه؟ يعني ريكارس اوف ثرومبوز اف سادن استوب. ده بالنسبه للسايد افكت بمنتهى السهوله. بالنسبه للميكانيزم اوف اكشن بتاعت الهيبرين والوارفرين، احنا عارفين الهيبرين زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات هو عباره عن اندايركت ثرومبين انهبيتور، وطالما هو اندايركت ثرومبين انهبيتور هيروح يزود لي او يحفز لي الاندوجينس انتي ثرومبين زي الالفا جلوبولين، ولما زود الالفا جلوبولين هتمنع لي فاكتور ايه؟ فاكتور 9 و10 و2. ده كلام احنا عارفينه من ايه؟ من الفيديو اللي فات. في نفس الوقت الهيبرين برضو بينضف لي الوعاء الدموي عن طريق انه بيزود لي انزيم اسمه اللايبوبروتين لايبيز، اللي بيكسر لي الليبيد او الترايجليسرايد الى فري فاتي اسيد، بالاضافه الى ميكانيزم او اكشن زياده اللي هو الانتي بليتلت، بقلل لي البليتلت اجريجيشن او بيمنع البليتلت اجريجيشن. عايزين نعرف ان الهيبرين اسمه هبه. اسمه ايه؟ هبه. وهبه منظف او منظف وايه؟ ومحفز. منظف يعني ايه؟ يعني بيزود لي الكلينينج انزيم. محفز يعني ايه؟ يعني كاتاليست للاندوجينس انتي ثرومبين. ده بالنسبه للميكانيزم اوف اكشن بتاعت الايه؟ بتاعت الهيبرين. طب حد يعرف يقول لي الميكانيزم اوف اكشن بتاعت الوارفرين؟ طبعا احنا عارفين الوارفرين برضو من الفيديو اللي فات بيمنع لي الايه؟ بيمنع لي الاكتيفيشن بتاع فيتامين كي. طب ازاي اصلا بيمنع لي الاكتيفيشن بتاع فيتامين كي؟
انتوا عارفين الفيتامين كي اكتيفيشن بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق انزيم اسمه فيتامين كي ايبوكسيد ريدكتيز. يبقى الورفرين ده بيروح يمنع لي الفيتامين كي ايبوكسيد ريدكتيز، ولما امنع الانزيم همنع الاكتيفيشن بتاع فيتامين كي، فهمنع الاكتيفيشن بتاع 1972 فاكتور اللي هو فاكتور 10 و9 و7 و2. ده الميكانيزم اوف اكشن بمنتهى السطحيه وبدون اي تعمق زي ما انتوا عارفينه من الايه، من الفيديو اللي فات. من ضمن المقارنات اللي بتتسأل كتير في الـ MCQ حاجة اسمها الكنترول دوز بتاعت الهيبرين والكنترول دوز بتاعت الوارفرين. يعني ازاي اتابع الجرعة، ازاي اعرف ان انا واخد الجرعة مظبوط ولا واخدها زيادة سواء هيبرين او وارفرين. بعمل كنترول للدوز بتاعت الهيبرين بحاجة اسمها الـ ABTT، والـ ABTT ده اختصار الـ Activated Partial Thromboblastin تايم. اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، بعمل بيه كنترول ليه للهيبرين. تحفظه زي اسمك بالله عليك، دايما بيجي فين في الام سي كيو. وبعمل له برده بالكواجوليشن تايم، وده ما عادش بنعمله دلوقتي بس احفظه كاسم عشان موجود عندنا في الكتاب. طيب بعمل كنترول للدوز بتاعت الوارفرين ازاي؟ بعمله بحاجه اسمها البي تي، وبي تي يعني بروثرومبين تايم. بروثرومبين ايه تايم او اي ان ار، اي ان اي ار. التستات دي احفظهم كاسما بس لان التفاصيل بتاعتهم مش عليك، انا مش هشرحهم في الفيديو ده عشان ما نطولش على بعض، هشرحهم في فيديو لوحده اللي عايز يعرفهم للايه، للي عايز يعرفهم. واللي مش عايز يعرفهم او مش عايز يسمع الفيديو مفيش اي مشكله، لانهم مش مهمين. المهم عندي تحفظ لي اساميهم بس، اساميهم ايه بس، مين اللي بعمل كنترول بي للهيبرين ومين للوارفرين. وبالنسبه للوارفرين تحفظ الاي ان ار زي اسمك اللي هو الانترناشونال ناشوناليزد ريشيو. ده بالنسبه للكاينيتيك والسايد افكت والميكانيزم اوف اكشن والكنترول دوز بتاعه الهيبرين والوارفرين.